الحجمين، الحجم المتوسط. عندما كانت مؤسسة مفلسة على وشك الغلق والإفلاس من خلال الأزمة اللي كانت تمر بها داخل العمال اللي كانوا في يوميا في احتجاجات، وانعكست على المردودية على المؤسسة في نظافة المحيط العام. اليوم الحمد لله بفضل رجال هذه المؤسسة ومسؤوليها وعمالها، اليوم صبحت مؤسسة منتجة، والدليل أنها اليوم صبحت هي تصدر تنتج ريسيكلي البلاستيك وتنتج الأكياس البلاستيكية ومربحة، ودارت ان شيفر دافير تري بوزيتيف مكنها من تسديد الأجور ومن اقتناء هذه التجهيزات. وبرنامج العمل تاع 2025 كذلك فيه تجهيزات أخرى، وممكن نروحوا حتى صنع لي باك أوردور، لي باك أوردور أون بلاستيك. استنى اليوم بدينا بالصاشيات، ممكن نروحوا غدوة لي باك نتاعنا ما نعودوا ما نقتنيوش، تعود تنتجها المؤسسة على في لي ماشين هذا، باش يكون فلوكاج، يكون الساشي فيه لانسين تاع بروباك، باش غدوة المصالح المعنية كي يلقاو برا يتباع يعرفوا باللي ستان دي تورنوم. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، تسمى تسويق الترويجي للسماد العضوي بيو بروبريك تحت إشراف سيد والي ولاية المعسكر. هذا السماد الذي تم إنتاجه خلال خمسة أشهر الماضية، وللعلم فقط أن هذا المركز تم افتتاحه في 2015 وكان متوقف. الحمد لله جاء سيد الوالي مع إطارات المؤسسة، تم بعث هذا المشروع أين تم الإسراع في وتيرة الأشغال، وين اليوم راه ينتج ما مقداره في السنة 50,000 طن من المعالجة تاع النفايات. هذه المعالجة تاع النفايات اللي غادي تكون عبارة عن مردودية بالنسبة للفلاحين من حيث الإنتاج ومن حيث المحصول، وأيضا من حيث المردودية للمؤسسة من حيث المداخل. زيرتوب، أول قناة إلكترونية في الجزائر.